هل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة سيملكون فارس والروم وستفتح لهم البلدان من جهة الشرق والغرب؟ فالجواب نعم، في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زوى لي الله الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، كناية عن الفرس والروم. فالله عز وجل بقدرة منه زوى الأرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما لأنه قوى بصره حتى رآها، أو وهو الصحيح أنه جل وعلا زوى الأرض فرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس ببعيد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في النصوص الشرعية: لا تقل لما ولا كيف، ليس لك حق أن تقول لما وكيف، إنما هو الانقياد والاتباع والاستسلام. لكن ما الذي جرى؟ ذهبت تلك المملكة التي امتدت من جهة الشرق والغرب وتسلط الأعداء على الأمة. ما السبب؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك؟ بلى، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا ربه ألا يسلط على هذه الأمة عدواً من سوى أنفسهم، فقال الله عز وجل: يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، ثم قال: لن يسلط عدو على أمتك فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، بشرط الأمة لن يتسلط عليها الأعداء أبدا، بشرط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يقتل بعضهم بعضا. ولذلك لما وقع القتل في هذه الأمة كما جاء في صحيح مسلم هنا تسلط الأعداء، قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا حصل القتل بين أفراد المسلمين هنا يتسلط الأعداء من كل حدب وصوب.